وصلنا إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكدت الحكومة أن قرار مؤسسة ستاندرز أند بوز الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو دون تعديل عند مستوى بي. النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسة التصنيف الائتماني، في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة. أوضحت الحكومة أن مؤسسة ستاندرد أند بوز أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري إلى توقعها باستمرار التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها الدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال، مما يدعم نموا اقتصاديا مستدما. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تعقده بشكل ربع سنوي لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين عند 8 جنيهات للتر بنزين 80 و9 جنيهات و25 قرش للتر بنزين 92 وعند 10 جنيهات و75 قرشا للتر بنزين 95 وعند 7 جنيهات و25 قرشا للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدام الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن. يأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا بشكل ربع سنوي وفقا للتطورات. افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا محطتي غاز جديدتين بمدينة نصر بالتجمع الخامس، تم تطويرها بالكامل ضمن خطة انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي لزيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمة الحضرية والاقتصادية. وأكد الملا أن المحطتين تأتيان دعما لجهود التنمية والعمران بالمنطقتين وركيزتين جديدتين ضمن سلسلة محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود التي تمت مضاعفتها بواقع ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بنهاية عام 2020. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى 1627 دولار للأوقية، محليا سجل عيار 18 نحو 955 جنيه، بالنسبة لعيار 21 سجل نحو 1114 جنيه وهو الأكثر مبيعا، بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1273 جنيه، بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8912 جنيه. حذرت المفوضية الأوروبية الحكومة الألمانية من مشروع استثمار صيني في محطة في ميناء هامبورغ، وكشفت مصادر صحفية ألمانية أن المفوضية الأوروبية أصدرت رأيا سلبيا باعتبار أن استثمارا كهذا قد يتسبب بتسريب معلومات حساسة عن نشاط الموانئ إلى الصين. يبقى رأي المفوضية الأوروبية استشاريا فقط، إذ أن القرار النهائي في يد الحكومة الاتحادية الألمانية، وميناء هامبورغ هو أول ميناء تجاري في ألمانيا والثالث في أوروبا بعد روتردام بهولندا وأنتيروب ببلجيكا. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وريهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. أشكرك فاطمة.